في الأوان ما بين 87 حتى 2004 كبداية في برنامج أو في إذاعة الدار البيضاء في تلك اللحظة كان عمل شاق. كان أحمد السوسي بدأ بالتكنيسيان، بدأ بالتقني كبداية، من بعد محافظ، من بعد منسق برامج، من بعد خدا بادرة فيما يخص تقديم أغاني شعبية فيما يخص أحواش أمازيغي، الفن الأمازيغي. من بعد كانت واحد مرحلة اللي هي واحد المرحلة صعيبة، وصعيبة بزاف في ديك اللحظة أو في ديك المرحلة في ديك السنين الأولى. باش تاخذ البرنامج بالإذاعة خصك ما هي وما لونها كما تيقولوا، خصك تقنع الأطور، تقنع المدير العام ومدير الخاص للإذاعة وواحد العدد ديال الإخوان كتقنيين. من كأن ما يمكنش واحد تقني من البداية وكينطلق من درجة لدرجة، من تقني المحافظة، محافظة منسق البرنامج، من منسق البرامج إلى تقديم بعد الأغاني الأمازيغية، إلى أن كان برنامج في مستوى اللي كان فيه البرنامج ديال أسنفوديس ديغن غومارك بالنسبة للمستمعين ديال الدار البيضاء. كانت واحد المرحلة دوزتها هي مرحلة كتأثر فيا بزاف، كأنها واحد النضال لا يوصف، نضال شاق وتمر باش كما قلت باش تقنع هذوك الناس ديك الساعة. واعرة جيت باش نطلب برنامج كساعة، طلبت المدير اللي هو مدير ديك الساعات الله يرحمه السي عبد العزيز قسوس. هذا مدير لا يتكلم بالأمازيغية بتاتا وليس أمازيغي، وكان حبد الفكرة. أعطاني ساعة ديال المكانة كندير فيها برنامج أمازيغي كتقديم أغاني فقط. هذا 97 أعطاني ندير الشانتاج اللي تيقولوا تنسيق بين الأغاني، أو تدير مثلا تتقدم الأغنية الأغنية بالأغنية بدون ذكر الاسم وبدون حتى لواحد حيد السيكسوش، واحد المدير اللي هو السي وكريم الله يذكره بخير، حتى هو شدينا ديك الساعات برنامج هو أمازيغي، برنامج درنا فيه ساعتين ديال المكانة. وبدينا بالبرنامج، البرنامج شد بلاصتو، وكانوا كما تيقولوا الحساد. كان ديك الساعات الإخوان كيمشيو عند المدير، لا علاش تعطيه هو ساعتين، وعلاش هذاك يدير برنامج أمازيغي، علاش. وكانت عراقيل في بمعنى الكلمة، كأن أنا كنخدم تكنيسيان 6 سوايع وكنزيد ساعتين ديال البرنامج، وما كنخرجش من الإذاعة حتى 12 الليل. لأجل ماذا؟ لأجل نوصل ديك اللغة وداك الهم اللي هو النضال الأمازيغي، نوصل للمستمع ما هي الأمازيغية، وما هو الراديو الأمازيغي، وما هو برنامج أمازيغي. وكان برنامج لقى واحد الإقبال لا يتصور. إلى خفت بدون غرور، كان البرنامج الواحد في إذاعة اف ام اللي كيدخل 150 رسالة في النهار. ديك الساعة ما كان لا بورتابل، ما كانت لي بورتابل فهاد الالكترونيك بحال هكا باش توصل بالواتساب ولا الفيس. كانوا الرسائل، البرنامج اللي كيستقبل يوميا 120 حتى 150 رسالة في النهار. بعض الأحيان ما كننعس حتى 3 4 ديال الصباح.
دوك الرسائل كلهم فيهم، حيت البرنامج عندي مقسوم على خمسة الأقسام. فيه برنامج ثقافي، فيه برنامج رغبات المستمعين، فيه برنامج ما يقوله المستمع، فيه برنامج ديني، فيه برنامج خواطر وشعر. خمسة البرامج في خمس أيام، وكل يوم برنامج ديالو. هنا كنعزل كل الرسائل اللي جاوا البرنامج، أو الاسم اللي هو جاية ليه الرسالة ديالو، كل واحدة كنقسمهم على خمسة، وكل يوم كندوز الرسائل ديالو. وديك الساعات بصدر الرحب تنتمنى ما نساليش هذوك الرسائل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.